فوزي سكوتي رئيس لجنه القطاعات باتحاد الكوره. ازيك يا كابتن فوزي؟ حبيبي يا اسامه، جميل، عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ متالق دايما يا اسامه، وببارك لك على البرنامج الجميل ده الصراحه. يعني ربنا يخليك. يعني انا كابتن فوزي مرني وانا عندي 15 سنه مع كابتن شطه، وطلع لعيبه كتير للفريق الاول بالنادي الاهلي. حبيبي يا اسامه، ربنا يخليك. عايز بقى اكلمك كابتن فوزي افكار اتحاد الكوره عشان نطور مسابقه القطاعات. بص، الحمد لله احنا عاملين مسابقه اللي هي الجمهوريه، طبعا تمام، مسابقه مهمه جدا، ان هي دي اللي بتطلع يعني معظم اللعيبه اللي موجوده في الانديه دي، نهتم يعني بنهتم بيها لان هي دي مسابقه الجمهوريه المهمه جدا، ان هي بتطلع بياخدوا منها المنتخبات والحاجات كده. تمام، دي مسابقه مهمه جدا، بس ما فيش الاهتمام بيها على فكره يا اسامه، انت بتلاحظ طبعا. يعني يمكن انتوا الوحيدين يمكن اللي بتذيع الناشئين على قناه النادي الاهلي. بتابعها، انا بشوف دوري الناشئين اللي انتوا بتذيعوا ماتشاتكم بتاعت النادي الاهلي. مظبوط. القاعده بتاعت الكوره في مصر انت عارف الناشئين. الاهتمام كله بالفرق الكبيره او المنتخب فقط لا غير، الدوري الممتاز او المنتخب. ما هو ده دورنا يا كابتن فوزي، بداناه هنا من قناه الاهلي برنامج الاشبال، ان احنا دايما نسلط الضوء على كل الفرق. يعني احنا بداناها بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لكن دلوقتي بدانا نتوسع، هناخد ان شاء الله كل قطاعات الناشئين الموجوده في مصر. جميل، ده جميل، يعني دي احسن فكره، لان هتساعد برضو يعني الناس تتفرج والناس بتتابع واللي بيشوف اللعيبه، وممكن عن طريق اذاعه الماتشات دي اللعيبه تظهر. تمام، انا عايز اشوف مثلا لعيبه بدل ما عين المدرب، يعني مثلا ربيع ياسين بيقعد يلف مثلا على مستوى الجمهوريه عشان يدور على لعيبه. تمام، لما بتذاع الماتشات دي وبيتابع على التلفزيون وبيقعد يتابعها، ممكن يسجلها ويشوفها كذا مره، بيتابع اللعيب. تمام، يقول لك اه اللعيب ده جيبه. ده الفكره احنا واخدينها برضو اللي احنا عايزين نعملها في على مستوى القطاعات. تمام، انت عارف دوري القطاعات اسامه المناطق ضعيفه. في فرق ضعيفه، يعني خاصه مثلا النادي الاهلي بيلعب مراكز الشباب والحاجات زي كده وبيكسب 12 و13. تمام، المدرب بيقول لك انا اللعيب بتاعي ما بيستفيدش، يعني المسابقه ضعيفه وعايز استفيد على قد يعني، فعايز يبقى الدوري قوي. فاحنا بنعمل دوري القطاعات دي اللي احنا مقسمين القاهره، يعني مقسمين على المستوى الجمهوريه 8 قطاعات، القاهره الكبرى وشرق الدلتا وغرب الدلتا ووسط الدلتا والقناه، شمال الصعيد وسط الصعيد وجنوب الصعيد. تمام، 8 قطاعات كابتن مكتب. بنعمل مثلا القاهره الكبرى، بنقول مثلا القاهره والجيزه والقليوبيه. فيها حوالي 58 فريق. القاهره مثلا بنيجي نقول هناخد منهم مثلا كل اول مجموعه، هم مثلا اربع مجاميع ولا حاجه، ممكن ناخد اول وتاني، على اساس الفرق بتاعت القاهره بتبقى فرق كلها مميزه وقويه. بنيجي مثلا الجيزه ناخد منها مثلا ثلاث فرق، بنيجي مثلا القليوبيه ناخد منها فرقتين. التاهليه، الشرقيه، دمياط، اسكندريه، البحيره، مطروح، كل دول بيلعبوا بعض بقى، بيلعبوا بعض على حسب الجهه بتاعتهم، لان صعب قوي تجمع كل عشان المصاريف والناشئين انه يسافروا. تمام، عشان نعملها على مستوى، فاحنا عملناها 8 قطاعات عشان يبقى يلعبوا بعض، غرب الدلتا تلعب بعض، اسكندريه، البحيره، مطروح، يبقوا قريبين لبعض. تمام، ما يقدرش يعمل زي الدوري الممتاز، صعب، ما يقدرش يصرف على الفرق الجمهوريه والقطاعات. ده كلام مهم جدا يا كابتن فوزي. كان معايا الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقه القاهره. كان عندنا مشكله ان دوري القطاعات ل 2002 في النادي الاهلي، يعني هم خلصوا في شهر 10 واحتمال يبداوا في شهر 1 او شهر 2، يعني هيبقى في فتره 3 شهور توقف كبيره جدا. كتير طبعا. ممكن يبقى لكم دور ان احنا ممكن نبتدي القطاعات بدري شويه. يعني احنا كنا قعدنا مع الكابتن مجدي عبد الغني والكابتن احمد مجاهد، وقعدنا وكنا بنتكلم ان احنا كنا عايزين نبدا في شهر 12. تمام، ان فعلا زي ما انت قلت كده في ناس خلصت. لقينا ان معظم المناطق على مستوى الجمهوريه هيخلصوا في لسه الدور الاول وهيبداوا الدور الثاني. لسه ما خلصتش. فاحنا بنقترح بقى طبعا، ولسه احنا بنقول الاقتراحات بتاعتنا وبعد كده بتدخل المجلس بناخد بيها موافقه. طيب، ان احنا ان نهايه الدور الاولاني ناخد الفرق اللي هي المتقدمه دي، أو اول الدوري او ثاني الدوري كده او ثالث الدوري، الثلاث فرق الاولانيين اقوياء. يلعبوا، يبتدوا بقى يلعبوا القطاعات. يحسوا بالمسابقه جامد جدا. تمام، فكره كمان هنعملها ان شاء الله، هنعمل اللي هو منتخب القطاعات، منتخب القطاعات. تمام، اللي هو مثلا زي 2001 عشان ربيع ياسين، هنفيده في حاجه ان انا بجيب له اقوى لعيبه عنده. ده هيسهل، هيسهل على كابتن ربيع ياسين طبعا. بعمل دوره، بنتفق لسه هنعمل فين الدوره دي، عشان برضه التكاليف بالنسبه للناشئين صعب جدا انه يسافروا ويجوا وبتاع. تمام، وبعدين بنراعي في امتحانات نص السنه كمان.
واجازه نص السنه يعني في امتحانات جايه برضه فكل ده بنحطها في الاجنده بتاعتنا. تمام. بس لما نيجي نشتغل فعلا ما فيش حاجه تبقى معوقه بالنسبه للطالب او اللاعب اللي هو الطالب اللي عنده امتحانات ما يبقاش لود عليه. نفس الوقت الولاد يلعبوا ماتشات قويه. تمام. ده اللي يهمني من المسابقه. يطلعوا لنا لعيبه على مستوى عالي. انت كنت فاكر يا اسامه لما كنت بتلعب في مسابقه قويه ده حتى بتبرز لعيبه مميزه للفريق الاول ومنتخبات مصر يا كابتن فوزي. وبعدين بتروح المنتخب وبعدين تروح منتخب المنطقه. تمام. كل كان في منتخب مدارس، فاكر كان في منتخب مدارس. تمام. منتخب الجامعات، الحاجات دي كلها كانت بتطلع لعيبه اكيد قويه جدا. فنتمنى ان احنا المسابقه بتاعت القطاعات دي، لان معظم المديرين الفنيين بتوع الانديه بيكلمونا يا جماعه عايزين دوري القطاعات، لان المسابقات عندنا ضعيفه جدا. يعني تخيل مثلا ممكن منطقه من المناطق في على مستوى الجمهوريه يبقى عندهم خمس فرق يلعبوا دوري، بيلعب خمس ماتش، يلعبوا مثلا دوري تسع ماتشات اول ودور ثاني وبعدين يلعب ثاني هو ما عندوش لعيبه. ما عندوش فرق. اكيد ان شاء الله هنتكلم مع حضرتك باستفاضه يا كابتن فوزي، يعني في كل بقى شكل المسابقات، وهتكون معانا في حاله ان شاء الله كابتن فوزي سكوتي رئيس لجنه